تراجع وقع تأثير الحالة المطرية لتتركز الأمطار على المرتفعات الجنوبية الغربية وسطى الجنوب غرب منطقة الرياض إدارياً، وإلى التفاصيل. نبدأها من هذه الليلة، حيث يكون الطقس لطيفاً في معظم المناطق وبارداً نسبياً فوق المرتفعات الجنوبية، ويستمر هطول أمطار متفاوتة الغزارة في أجزاء من منطقة الرياض ووسط الشرقية كذلك، وأيضاً أجزاء من جنوب غرب المملكة، ويحتمل أن يتشكل الضباب في أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية وبعض محافظات منطقة الرياض إدارياً. أما فيما يخص يوم الغد الخميس، فيتوقع أن تتكاثر تدريجياً بعد ساعات الظهيرة كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة على مرتفعات شرق جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرمة، وقد تشمل الطائف، ويرافقها هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث الرعد أحياناً، وتمتد السحب الركامية الماطرة لشرق هذه المرتفعات ولاحقاً إلى جنوب غرب منطقة الرياض إدارياً في نواحي محافظة وادي الدواسر. بعض التوصيات فيما يخص هذه الأحوال الجوية نبدأها من الانتباه لمخاطر تشكل السيول في الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه المعتادة في أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة وجنوب غرب الرياض. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.